FM. الكلمة ليك. حرائر تونس. في حرائر تونس اليوم ضيفتي هي مدام عواطف الصامتي. مرحبا بك مدام عواطف. مرحبا. شنو حوالك لاباس؟ مرحبا بك معنا على كاب اف ام. دونك مدام عواطف 51 سنة خياطة. ان شاء الله. فوالا نحن باش نبداو نحكيو اكيد على الاكسبيريونس نتاعك من الاول مع الخياطه وكيفاش تعلمتها. انت قلت لي ملي كنت صغيره كنت تمشي لدار جارتك هي تقوم ماك الماكينه وانت تمشي تنقز زيريكت وتبدا تحب تتعلم. احكي لنا كيفاش. ايه نقعد على الماكينه نحب المشي ساقية تعلمت. اي تغرمت بها وقتها وكهو. قلت خليني نتغرم بها. عجبتك وقلت علاش ليه نواصل فيها. هكيكا اون باراليل انت كنت تخدم الزربيه. كنت في الزربيه انا واختي في الدار. تخدموها وحدكم؟ وحدنا. اي اختي علمتني وتعلمنا خدمنا يجي 3 سنين حاجه كيكا. وبعد جارتنا جات تعلم دوزيام توم جات البابا الله يرحمه قالت له تحبش الطفله من البنات تتعلم. مشيت انا تتعلم الخياطه. تتعلم الخياطه. مشيت انا تعلمت. انت وقتها ديجا مغرومه ومريضه. انا مغرومه بحكم غرامي دبلومي يكون ستة شهور. انا قعدت 3 شهور خديته في 3 شهور اكاهو. يعطيك الصحه. دونك خديت الدبلوم تاعك في عام 82 بريس كاكيكا ومن بعد قعدت تخدم الزربيه والخياطه اون باراليل. خدمه الزربيه احكي لنا عليها شويه مدام عواطف. زربية هذيك زربية الصوف زربية العربي التونسية العلوشة. أختي علمتني وتعلمتها. تشد برشا وقتها. تشد بالجدي. تشد اليد وفيها تعب و... خدمة باليد باليد هي بغرزة بغرزة. أما خسارة ما عادش نشوفوا فيها برشا برشا الخدمة ما عادتش هذية. موجودة برشا. أنت ما تخممش باش ترجع تخدم فيها؟ لا لا توالي توالي الخياطة وكها وكها. بيه داكوغ. من بعد مشيت دخلت تخدم في معمل. دخلت نخدم في معمل عيط لي بيرو الشغل. دخلت نخدم في معمل ووصلت نخدم في المعمل حتى وصلت للروتريت. ما صدقت وصلت للعمر وعندي 3 صغار قدمت دوسية وخرجت روتريت مبكر. هكيكا قبل ما نطلع الروتريت عيطوا لي جمعية الإنماء وقعدت نخيط معاهم في الأمبلاج وقعدت ما بين. أنت ما بعدتش على الخياطة أما أون باراليل وقت اللي كنت تخدم في معمل خدمت في زوز معامل واحد للخياطة متاع القماش وبعد اصبابت والاخر اي اصبابت والجلد. احكينا على الفرق ما بيناتهم. كانت فما صعوبة انك تتنقل من معمل للمعمل بحكم انا مغرومة بالخياطة. انا ما عنديش صعوبة خاطر نعرف القماش ونعرف اصبابت ما عنديش حتى صعوبة. لقيتها سهلة معناها بالنسبة لي أنا سهلة. هذا سهل وهذا سهل. فوالا المعمل الثاني اللي هو متاع صبابط هو اللي كملت فيه للآخر اللي خرجت في الغوتخيت متاعك. خذيت روتريت مبكرة قلت خليني يزيني من الخدمة خليني نرتاح شوية ونولي نخدم في الدار. ما بعدت الجملة أنت على الخياطة مدام عواطف. ما بعدتش بحكم في المعمل نخيط في الدار نعاون في روحي تخدم سور كوموند معناها تو أكيكا. أي فوالا خياطة حوايج امبلاج كيما هكا. عملت مرة بروجي متاع فروشيت كواتيت عملت بريود هكاهو. دونك اللي كلمني يحب يخدم نخدم له اما باش مش نخدم ونحط اكوتي لا. باهي احكي لنا على الاكسبيريونس نتاعك مع بيت المونة كيفاش كانت؟ كيفاش بديت وكيفاش يعني قلت لك عيطت لي وحده من قالت لي رانا مش نخيط وبديت نخيط الموديل هذا ما يعجبهمش نعملوا برشا موديلات وتوكا تركزنا على دي موديل اللي هما بصفه عامه البيت المونة وقعدنا ديما في الموديلات هذوك نخيط فيهم. كيما شنو اعطينا فكره؟ الامبلاج نتاع الساشيات نتاع البرودوي كيما الملوخيه البسيسه الدراع الكسكسي المحمص حاجه تكيكة نتاع دبابس الزيت شابويت نتاع دبابس الهريسه المعجون الموديلات هذوك ولي ساك ايكولوجيك زاد بحكم الساشيات مشيت نحيهم من لي غرون سيرفاس. احنا عملنا دي ساك بالمالتي بالقماش الشكارة عملنا دي موديل وليكم بيريود انتم تشجعوا عليها الحكايه ذي وتحبوا الناس الكل تاخذ لي ساك ايكولوجيك هذوما خاطرهم احسن برشا 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 للطبيعه. واحنا نعرفوا لي ساشي والاضرار نتاعهم بالطبيعه على الطبيعه نتاعنا. دونك ننصحوهم الناس الكل ياخذوا لي ساك ايكولوجيك بطبيعتهم. مازلت تخدم مع دار المونة؟ أكيد هاي مازلت. في المستقبل إن شاء الله ماكش نوية تعمل حاجة أخرى مدام عواطف؟ إن شاء الله. شنو عندك في مخك؟ بالنسبة احنا وبيت المونة فما بروجي جاي لهنا قدام ذاك مش ان شاء الله نواصلوا فيه هو اللي عنا اتوليي بحكم كل واحدة شنو عندها تخدم مش نعملوا شركة تعاونية. ايه الشريكة الناس الكل نتلقاو فيها
مثلا يجي كليون يدخل يلقى كل واحد سبيسياليتي نتاعو. الحاجه باهيه في بيت المونة انهم فريمون تلقى كل شيء من الخياطه لتعمل العوله كل شيء معناها كل شيء موجود فيها. دونك اللي يدخل غادي نتصور باش يلقى شوا اللي يحب عليه الكل. واحنا اكيد بيان سور كي يصير البروجي كي تنحكيوا عليه اكثر في راديو كاب اف ام. العائله نتاعك مدام عواطف احكي لنا عليها، مشجعتك سبا على الخدمه؟ بتبيع بتبيع بحكم عندي طفلة في الجامعة وولادي يقرأ مشجعيني وأنا زادة نخدم يزمني نعاون أولادي ونعاون راجلي والكل. ربي فضلهم لك عايش. والتوفيق بين مسؤولية الدار اللي هي نعرفه مسؤولية كبيرة على المرأة والخدمة اللي تتطلب زادة وقت، سافا مقسمة وقتك بيناتهم لاباس؟ بتبيع كيفاش تعمل بالواقع والخدمة والكل؟ انا نعرف روحي كيفاش نقسم روحي ما بين الماكينه وما بين الدار وما بين الاولاد وكل، انا نجم نقسم روحي وحدي ان شاء الله. ربي يفضلهم لك ونتمنى لك النجاح والتوفيق مدام عواطف. في الاخر نحبك توصل مساج لكل امراه قاعده تسمع فينا، شنو تحب تقولها؟ نقول لها مادام عندها وقت الفراغ تفرغ روحها للحاجه يدويه في يدها، نجم تعاون روحها بيها في الدار ليها ولولادها، وما تقعدش قاعده مربع يديها على خاطر القعاد يكون كان الامراض ولا ويكبر يكبر الانسان في حتى في منظره في صحته في كل شيء اكيد. فوالا نحن نشجعوا اكيد كل مرأة تونسية انها تنتج كيفك انت مدام عواطف وانها تخدم على روحها وتقدم، وان شاء الله يا ربي البروجي نتاعكم يسير ويكبر ونلقاوه ان شاء الله بارتو ونلقاو خدمتك بارتو في تونس. عايشك مرحبا بك معنا على كاب اف ام، كانت هذه حراير تونس. حراير تونس كاب اف ام الكلمة ليك.